بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الإنجليزية. إذن أولا نبدأ ب alphabet pronunciation. alphabet pronunciation. alphabet pronunciation. إذن نطق الأحرف. نطق الأحرف. نطق أبجدية. إذن أول حرف A. A. ثاني حرف B. 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 ثم C. C. ثم D. D. ثم E. E. ثم F. F. ثم G. G. Après H. H. Après I. 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 Après J. 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 Après K. 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 ثم L. 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 ثم M. 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 Après on a N. 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 Après O. O. Après P. 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 كنشوفوا ديك اي مرة واحد جنقيطة تتعني بأن ديك اي غنمدوها. P. P. Après on a Q. 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 Après R. 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 يعني ديك R ما تنطقش تقريبا في الإنجليزية. R. تتمر عليها شيئا ما. لا تنطقها. Après S. Après on a S. S. La lettre suivante T. 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 La lettre suivante U. 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 Après on a V. 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 Après on a W. 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 Après on a X. X. Puis on a Y. Y. Et enfin Z. Z ou Z. Z ou Z. Z. English through pictures. English through pictures. Hidden l'anglais par les images. L'anglais par les images. المقصود به هنا apprendre l'anglais par les images. Apprendre l'anglais par les images. يعني تعلم اللغة الإنجليزية بالصور. إذن اختصارا عندنا anglais par les images. إذن English through pictures. English through pictures. 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 آه. إذن English through pictures. English through pictures. English through pictures. إذن الإنجليزية من خلال الصور. À travers ces images, à travers ces images, nous allons commencer par ce qu'on appelle, nous allons commencer par ce qu'on appelle des subject pronouns. Des subject pronouns. إذا نتكلم عن الضمير الفاعل دي سابجكت برونون ياك الضمير الفاعل الضمير الفاعل هو الضمير اللي تيقوم بالفعل فهمتي الضمير اللي تيقوم بالفعل اذا قلنا مثلا مصطفى درينكس هيز كوفي مصطفى يشرب قهوته مصطفى بوا سون كافي ممكن اننا نقول مصطفى درينكس هيز كوفي او نقول هي درينكس هيز كوفي هي درينكس هيز كوفي Il boit son café. Il boit son café. هو يشرب قهوته. عندما نقول مثلا مصطفى boit son café. إذا مصطفى يشرب قهوته. Il boit son café. هو يشرب قهوته. هاد il هو الذي نسميه لو برونون سوجي. كما رأينا فيما سبق. إذا في اللغة الإنجليزية نقول دي سوبجيكت برونون. دي سوبجيكت برونون. طبعا هناك مجموعة ضمائر شخصية. فهمتي؟ احنا هنا غنتكلموا فقط على دي سوبجيكت برونون غنتكلموا فقط عن لي برونون سوجي لو برونون سوجي اذا نقول دي سوبجيكت برونون في المفرد نقول دي سوبجيكت برونون يعني نتكلم على لو برونون سوجي طبعا في الجمع نقول لي برونون سوجي تتحول الى سوبجيكت برونونز سوبجيكت برونونز يعني في الجمع نو كومونسون بار لي بروميير ايماج إذا la première image I. I. ما معنى I؟ أنا. C'est-à-dire je. 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 أنا. I. يعني أنا. هذه من حيث الضمير. ممكن أنني أقول I am. يعني أنا أكون. طبعا سنرى هذا بعد قليل.
إذن I يعني أنا. I ستادير جو. أبخي أنا يو. يو. يو ستادير أنت. أنت. توا أو تي. ستادير تي. إذن عندنا I ثم يو. إذن شنو تستافدنا من هاد الصورتين؟ تنقولوا I ستادير جو. Après, on a you, c'est-à-dire tu, ou bien toi, ou bien vous, ou bien vous. On peut s'adresser à quelqu'un en lui disant you, c'est-à-dire tu. Dans le deuxième cas, on peut s'adresser à deux personnes, à trois personnes, au plus, en leur disant you, c'est-à-dire vous. On dit, ممكن نتوجه لشخص واحد نقول له you. وممكن أننا نتوجه لمجموعة أشخاص نقول لهم you ستادير vous يعني أنتم I you I you أبخي هنا I you I you he ستادير il she ستادير elle هي he ستادير il she ستادير elle إذن هي المقصود به هو she المقصود به هي هي إذا نتكلم عن شخص الغائب نقول عنه هي كما في اللغة الفرنسية نقول إيل في الكلام عن مؤنث في الغائب نقول عنه شي نتكلم عن بنت أو عن امرأة في الغائب نقول عنها شي شي يعني هي كما لو نقول في اللغة الفرنسية أل لكن في الكلام عن غير العاقل نقول ماذا؟ إيت إيت في الغائب إيت نقول إيت في الجمع لغير العاقل نقول ماذا؟ ذي ذي هالطي أش تي اش تنطق كما لو عندنا الدال المعجمه تي اش تنطق كما لو عندنا الدال المعجمه الدال التي فوقها نقطه اذا تنطق ذي ذي يعني هم طبعا هذي طبعا ذي الضمير هذا نستعمله ايضا حتى للعاقل كما سنرى فقط ان ايت هنا ان تستعمل لغير العاقل اذا هاد ايت انها تختص في الدلالة والإشارة على الأشياء غير العاقلة في الغائب نقول مثلا A room with two beds in it نتكلم عن غرفة with كما نقول مع with two beds the bed المقصود به هو السرير with two beds يعني بسريرين in it in it يعني فيها فيها فيه يهد in it يعني نتكلم عن هاد الغرفة الغير العاقلة إذن طبعا سنرمز لها بهاد إيت A room with two beds in it إذن كما قلنا إيت تستعمل لغير العاقل في المفرد الغائب الغير العاقل إذن نقول إيت طبعا كما قلنا ذي طبعا هاد ذي تستعمل للعاقل ولغير العاقل طبعا الحيوانات مثلا هل هي عاقلة أم غير عاقلة غير عاقلة غير عاقلة هل سنرمز لها مثلا ب هي وبها الشي لا إذن بماذا سنرمز لها إيت بإيت سنرمز لها بإيت إذا أردنا أن لا نذكر اسمها طبعا إذا أردنا أن نشير لها بضمير إذن نقول إيت إذن نقول مثلا إيتيز يعني هي موجودة إيتيز يعني المقصود هي موجودة أو هو موجود إذن في الغائب إيل ماذا نقول هي هي هي, هي. نقول مثلا إيزال 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 شو مقصود بها؟ هو مريض هو مريض إيزال إيزال هو مريض إيزال إذن هي المقصود بها إيل إيلي مالاد إيلي مالاد إيزال هو مريض إيلي مالاد إذن بالنسبة للجمع الغائب نقول عنه ماذا؟ ذي ذي كما نلاحظ في الصورة نقول they إذا نتكلم عن الجمع الغائب نقول ماذا؟ إذا في الجمع الغائب نقول ماذا؟ they 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 c'est-à-dire il avec s il avec s هم هم أو هن ولا بغينا نشير لواحد الطائر في الغائب نقول عنه ماذا؟ it it نقول عنه؟ it it تماما كما نشير لأي شيء آخر جامد مثلا إذا نقول عنه it ولكن في الجمع نقول ماذا عن هاد الطيور أو عن هاد الحيوانات they كما لاحظنا نفس الشيء في الجمع الغائب يتساوى العاقل وغير العاقل إذن نقول they
الان غنشوفو the verb to be. The verb to be يعني فعل لو فيرب اتر، استاذير لو فيرب اتر، يعني كمان نتكلم عن فعل كان. The verb to be هذا فعل كان. كما غنلاحظوا بان الافعال في اللغه الانجليزيه باش نبينوا بانها ما مصرفاش الانفينيتيف، يعني اننا دائما نسبقها بتو، نسبقها بتو، نقول to be to be. أو بيان to work يعني انك تعمل، to open يعني انك تفتح شيئا، to wait انك تنتظر، to walk يعني انك تتمشى، to live to live انك تعيش، to move انك تتحرك، to study انك تدرس. الافعال نسبق وباتو عندي le verbe précédé par to montre que ces verbes sont à l'infinitif qu'ils ne sont pas conjugués. يعني ان هاد تو التي تاتي امام الفعل توضح بان هاد الافعال بانها الانفينيتيف، بانها غير مصرفه. الو pour montrer que ces verbes ne sont pas conjugués et qu'ils sont à l'infinitif on ajoute ce to avant ces verbes. C'est-à-dire qu'on les précède par ce to. On ajoute ce to avant ces verbes-là. On les précède par ce to. يعني اننا نسبق بهاد تو. فهمتي؟ عندنا هنا دي فيرب تو بي، دي فيرب تو بي. عندنا فعل اتر. On a le verbe être. Bien sûr, la conjugaison du verbe être, comme nous allons le voir avec je, qu'est-ce qu'on va dire? I, qu'est-ce qu'on va dire? I am. I am. Comme exemple, I am here. 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 يعني I am here. أنا موجود هنا. أنا موجود هنا. أنا كائن هنا. هاد كائن هي هاد أم. هي the verb to be. يعني فعل إتر. باللغة الفرنسية إتر هو كان. تقريبا هو فعل كان. نفس الشيء في الإنجليزية. هاد إتر هو فعل to be. إذا في الصرف ديالو تتغير حتى هو. إذا نقول مع I نقول I am. I am here. طبعا مع الاختصار غنشوفها من بعد غتولي عندنا I'm 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 here I'm here. فهمتي؟ هادشي غنشوفو من بعد، حتى بقية الصرف غيكون هناك اختصار. على أي حنا غنشوفو الأصل ديال الصرف هنا، تنقولو I am here I am here. إذا أنا جو سوي لا، جو سوي لا، جو سوي لا، I am here يعني أنا هنا. أعيد I am here I am here I am I am here. I am here. Après on a? He is there. He is there. He is there. Après on a? He is there. He is there. He is there. ما معنى هذا؟ إلى لابا. ما معنى؟ هو موجود هناك. هو هناك. هو موجود هناك. هو كائن هناك. كما نقول. He is there. إذا كما تنشوف الطئاش تنطق بحال الدال تنطق كالدال المعجمة. نقول he is there. إذا عندنا هير ذير، هير ذير، هير هنا، ذير هناك، هناك، هير هنا، ذير هناك، هناك. إذا I am here يعني أنا هنا. He is there هو هناك، هو هناك. She is there. She is there. Her. She is here. هي She is here. هي موجودة هنا. هي هنا. هي موجودة هنا. She is here. هي موجودة هنا. She is here. She is here. هي موجودة هنا. Where is فاطمة؟ أين هي فاطمة؟ She is here. She is here. She is here. She is here. Where is فاطمة؟ She is here. She is here. هي هنا. هي موجودة هنا. أو في الثانية. She is there. She is there. She is there. هي موجودة هناك. Where is فاطمة؟ She is there. 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 هي موجودة هناك. Where is فاطمة؟ She is there. She is there. ولا سولتك مثلا is فاطمة here؟ Is فاطمة here؟ هل فاطمة هنا؟ اش تقول؟ Yes. Yes she is. Yes she is. نعم هي كاينة. ياك هي موجودة. نعم هي موجودة تقريبا. فهمتي؟ ولا سولها هل فاطمة معك؟ هل هي معك؟ هل فاطمة معك؟
Is Fatima with you? Is Fatima with you? هل فاطمة معك؟ Yes, she is. Yes, she is. نعم هي معي. إذا الجواب المختصر يكون بهذا الشكل، فهمت ولا؟ الناس اللي تستعملوا هذه اللغة فوق تستعملوها. تيقول لك Yes, she is. نعم هي كذلك كما نقول. نعم هي موجودة بالشكل الذي سألت عنه. أنت سألت واش هي معك؟ Yes, she is. المقصود بأنها Yes, she is with me. Yes, she is with me. نعم with me يعني معي. مي. حتى نقولوا moi en français. C'est-à-dire comment on dit moi en français. She is with me. Il est avec moi. Yes, she is with me. Yes, she is with me. نعم هي معي. ياك على اي نمشيو مع هاد الصور اللي عندنا هنا. She is here. She is here. ثم عندنا She is there. She is there. She is there. هي هناك. وين is فاطمة؟ She is there. She is here. She ou bien? She is there. Ou bien she is there. Alors, en posant la question, où est Fatima? Tu vas me dire, elle est là ou bien elle est là-bas. Elle est là ou bien elle est là-bas. Alors, en posant la question, peut-être qu'il y a une liste où elle, où est Fatima? Il y a Fatima. On peut répondre. On peut répondre. La réponse sera, et dans le jawab sayakoun, elle est là, ou bien, elle est là, ou bien, elle est là-bas. Ou bien, elle est là-bas. En anglais, qu'est-ce qu'on va dire? She is here, ou bien, she is there. Nous répondons, she is here, ou bien, she is there. She is, ou bien. She is here, or she is there. إذن هذه ou bien ou, إذن كمان نقول أو, بالانجليزي نقول or. إذن هذيك R كما قلت لك أنا من قبل. تديرش عليها بزاف. ما تنطقهاش بالشكل اللي تنطقوها به في اللغة الفرنسية. إذن نقول or. Or she is there. Or. إذن nous répondons she is here ou bien she is there. We answer she is here or she is there. She is here or she is there. We answer يعني نحن نجيب. We answer. We answer. نحن نجيب. C'est-à-dire nous répondons. We answer she is here. She is here or she is there. We answer. We answer, she is here or she is there. نحن نجيب إنها هنا أو أنها هناك. L'image suivante. It is here. It is here. It is here. إذن نقول it is here. It is here. يعني هي هنا. هو هنا أو هي هنا. نتكلم عن غير العاقل. نقول it is here. طبعا فأحيانا هاد it تأتي للدلالة على العاقل نقول it's me it's me يعني إنه أنا it is me إنه أنا it's me إنه أنا تدق مثلا تقول لك شو واحد شكون شا تقول له it's me إنه أنا راه غير أنا فهمتي إنه أنا الموجود هنا إذن it's me إذن تستعمل هاد it للدلالة على نفسك إذن تقول it's me إذن غالبا هاد it تستعمل لغير العاقل لكن في بعض الأحيان ممكن أن تستعمل للعاقل كما رأينا الآن إذن نقول it's here إنها هنا هي هنا أو إنها هنا it's here it's here ثم عندما تبتعد قليلا نقول it is there it is there it is there إنها هناك هي أو هو هناك it is there أو هو أو هي هناك it is there إذا الفرق هو هاد الطي الفرق هو هاد الطي اللي تنضيفه ولكن الطي مع اش راه تتبدل النطق راه تتبدل النطق الاولى تنطق هير الثانية تنطق ذير ذير ثم they are here they are here ils sont là ils sont là هم هنا they are here موجودون هنا هم موجودون هنا they are here they are here وعندما يبتعدون they are There. They are there. They are, they are there. إنهم هناك أو هم هناك أو هن هناك. They are. There. They are there. وممكن كما رأينا نتكلم عن شيء غير العاقل. في الجمع الغائب نقول they are there. وممكن أننا نتكلم عن أشياء غير عاقلة في الغائب نقول عنها they are there. They are there.
إن هناك. You are there. ها؟ You are there. ما معناها؟ Vous êtes. Vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas. أنت هناك. أنت هناك. You are there. You are there. You are there. ها؟ You are there. You are there. إذن أنت هناك أو أنتم هناك تقال بنفس الطريقة. أنت هناك أو أنتم هناك تقال بنفس الطريقة. You are there. علاش؟ لأن دي نستعملها للجمع المخاطب وللمفرد المخاطب. You are there. You are there. You are there. أنتم أو أنت هناك. وعندما يكون الشخص بقربي You are here. Vous êtes là. Vous êtes là. You are here. انت هنا. انت هنا. L'image suivante. ثم عندنا. We are here. We are here. We are here. انتم هنا. هنا. We are here. We are here. We are here. C'est-à-dire. انتم هنا. No. Nous sommes là. Nous sommes là. نحن هنا. نحن هنا. كلهم مجموعين في نفس المكان. إذن سيقولون We are here. هم كلهم يتكلمون يقولون We are here. أو يتكلم شخص منهم يقول نحن هنا. We are here. We are here. We are here. نحن هنا. نحن هنا. إذن كما تتشوفين كلهم مجموعين في نفس المكان ممكن أنهم كلهم يتكلموا يقولون We are here. We are here. نحن هنا. وممكن يتكلم شخص واحد فيقول نحن هنا. نصوم لا. نصوم لا. We are here. ثم في واحد اللحظة غيبان لنا واحد دب إذا ماذا نقول؟ It is there. 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 إنه هناك. هو هناك أو هو. إنه هناك. هو هناك أو إنه هناك. إلى لابا. It is there. It is there. إنه هناك. إذا نتكلم عن one bear. One bear. يعني دب واحد. After Two bears come. After two bears come. بعدها دبين أتيا. يك دوزوس فيان. يعني دبين أتيا. إذا ماذا نقول؟ They are there. They are there. They are there. إنهم هناك. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. كاين واحد الحاجز بيننا وبين هذوك الدبابة. نحن نقول We are here. نحن هنا. نحن هنا. نحن هنا. We are here. نحن هنا. ولكن الدبابة حتى هي غتقول نحن هنا. إذا ماذا نقول عنها؟ They are here. They are here. إنها هنا. We must fly. They are here. Ils sont là. Ils sont là. إنهم هنا. إذا we must fly. We must fly. We must fly. يجب علينا أن نهرب. We must fly. We must fly. علينا أن نهرب. علينا أن نهرب. إذن خلاصة هذا الموضوع هو the verb to be يعني فعل être le verb être مع I أقول I am مع you أقول you are you are هيك مع he مع he أقول he is ثم she is ثم it is يعني هو نتكلم عن الغير العاقل she is يعني هي He is يعني هو إلي She is إلي It is المقصود به إلي نتكلم عن غير العاقل We are نحن كما نقول نحن نكون استعدي أن الصوم نحن نكون We are مثلا We are here نحن نكون هنا ثم We are نحن نصوم ثم You are You are You are أنتم ثم They are They are يعني هم Ils sont. They are. Ils sont ou bien elles sont. إذن نقول I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. I am. Je suis. You are. Tu es. He is. Il est. She is. Elle est. It is. Il est. We are. Nous sommes. You are. Vous êtes. They are. They are. Ils sont ou bien elles sont. إذن I am يعني أنا أكون you are أنت تكون كما غنلاحظوا بأن هذا you are أنت في الحالة اللي عندنا هنا he is هو إلي she is إلي المقصود هي تكون he is يعني هو
He is here يعني هو هنا. She is يعني هي. She is here يعني هي موجودة وكائنة هنا. It is يعني هو. نتكلم عن غير العاقل. We are نحن. We are here. نحن هنا. You are أنتم. طبعا كما لاحظنا بأن you طبعا you تستعمل لي مخاطب الجمع والمخاطب المفرد. تماما. كذلك الصرف يبقى نفسه. كذلك الصرف يبقى نفسه. ثم عندنا they are. They are. They are. يعني هم أو هن. نتكلم عن مجموعة أشخاص في الغائب. وأيضا نعني به أشياء غير العاقلة في الغائب. ونقصد به أيضا الأشياء الغير العاقلة في الغائب. نستكمل في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.